الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الخطة الوطنية لتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. شكري يؤكد الإكسترا نيوز أن قضية مياه النيل وجودية ويشدد على عدم التهاون في حقوق مصر. إحصاء لرويترز يؤكد إصابة أكثر من 183 مليون و960 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا حول العالم. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وجه الرئيس السيسي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بمد خطوط الكهرباء وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في الجانبين، وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتي الكهرباء الوطنية في البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب. كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي وتعديل مسار بعض الخطوط وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور. وقد وجه السيد الرئيس بحوكمة الجدول الزمني المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذا في الاعتبار الامتداد الإضافي لمحور التعمير في اتجاه الغرب لاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليها باعتباره محور ربط رئيسي ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن الساحل الشمالي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول لعام 2035. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر. واتصالا بالطاقة الجديدة والمتجددة، استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالتغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية وأنفاق كابلات الضغط العالي ومراكز التحكم والتوزيع. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بدولة اليونان.
عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بدولة اليونان. واستهلت الزيارة بوضع إقليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم بدأت مراسم الاستقبال الرسمي، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين. ووقع الجانبان بروتوكول تعاون في مجال التعليم العسكري لزيادة أواصر التعاون العسكري بين البلدين. كما التقى الفريق محمد فريد بالسيد نيكولاوس بنايوتوبولوس وزير دفاع جمهورية اليونان، حيث نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تناول اللقاء أوجه التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة. من جانبه أشاد وزير الدفاع اليوناني بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية تحملان شحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من مصر إلى الشعب التونسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. من جانبه أعرب الجانب التونسي عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. بدأت لجنة أمر بتشكيلها النائب العام إعمالا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية. بدأت هذه اللجنة بإجراء لقاءات بعدد من القضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة. وأشار بيان إلى أن اللجنة ستستمر في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثم يتم العرض على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى في أول شهر أكتوبر القادم. تضم اللجنة في عضوياتها السادة المستشارين: النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني، رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي، رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام، رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، ورئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة.
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع نظيره الجزائري الجديد رمضان العمامرة، حيث تطرق الوزيران إلى المستجدات على الساحة الليبية وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أجهزة الدولة كافة تولي قضية سد النهضة اهتماما بالغا وأنه يتم التنسيق بشأنها بشكل متواصل، مشيرا في تصريحات لأكسترا نيوز إلى أن مصر لجأت لمجلس الأمن لطرح قضيتها العائلة لتأكيد اختصاص مجلس الأمن بهذه القضية باعتبارها قضية ماسة بالأمن والسلم الدوليين. القضية سد النهضة قضية تهم كل المصريين وقضية كل أجهزة الدولة بتوليها اهتمام بالغ وبيتم التنسيق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل. طبعا كان من الأهمية أن تلجأ مصر للمرة الثانية للسنة التالية على التوالي لمجلس الأمن لطرح قضيتها العادلة، لطرح قضية وجودية، لتأكيد اختصاص مجلس الأمن بهذه القضية باعتبارها ماسة بالأمن والسلم الدولي، وأيضا لمسؤوليات المجلس باعتباره يمارس الدبلوماسية الوقائية. المجلس الأمن بيحظى باهتمام بالغ على المستوى الدولي لدى وسائل الإعلام، فهو فعالياته جميعها مرصودة بشكل وثيق من كافة الدول وبتوفر ساحة دولية على أرقى مستوى لطرح الرؤية المصرية لتأكيد عدالة الموقف المصري لاستعراض عشرة سنوات من المفاوضات بتفصيل وتوضيح مدى التصلب والتعنت اللي مارست بيه إثيوبيا التفاوض خلال هذه السنوات. استقبل السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج في مطار القاهرة جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن، وقدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين. من جانبه قدم سفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم. زار رئيس مجلس الوزراء العراقي الصحفي والناشط علي المكدام في إحدى مستشفيات بغداد بعد أن حررته القوات الأمنية من خاطفيه. كان المكدام قد جرى اختطافه في العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضية، وأثار تواريه عن الأنظار تعاطفا شعبيا واسعا نظرا إلى دوره في الحراك والنشاط المدني. وبحسب المصادر العراقية فإن تحرير الناشط المختطف تم بإشراف شخصي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ رسائل تعهد فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية بأن كيم قال في رسالته إلى نظيره الصيني إن التعاون أمر حيوي لتعزيز الثقة والصداقة العسكرية بين بلاده والصين، فيما أكد الرئيس الصيني أنه يعتزم تعزيز التواصل وقيادة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، وأشارت وزارة الصحة إلى خروج 432 متعافية من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183 مليون و960 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 4,137,000. وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 1,205 وفيات و 48,504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حاليا أكثر من 19 مليونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 533,000. وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة. قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الجنوبية سجلت 1,324 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 1,378 في اليوم السابق. وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض يأتي بعد فرض إجراءات حكومية في إطار تصدي البلاد للتصاعد في الإصابات على الرغم من انخفاض الحالات الخطيرة عن الموجات السابقة. نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع نحو 17 ألف حالة لأطفال وكبار من السن بلا مأوى، وذلك منذ نشأته عام 2014 بفضل توجيهات القيادة السياسية. بتوجيهات من القيادة السياسية نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ حالات الأطفال وكبار السن بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وبلغ عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشأته عام 2014 وحتى الآن نحو 17 ألف حالة، كما تم إيداع 944 حالة أطفال ومسنين وشباب داخل دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم مساعدات ل 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وكذلك إجراء تدخلات طبية ل 319 حالة بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى التعامل مع 7 حالات اتجار في البشر، كما تم توزيع 1052 بطانية، بالإضافة إلى 5765 وجبة ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي. زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته 52. هذا واستقبل الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة. تشارك العديد من دور النشر العربية في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كأحد الأسواق المستهدفة لهم للمشاركة به لعرض الثقافات والعلوم المختلفة التي تثري القارئ بالعديد من المعلومات في جميع المجالات. مئات دور النشر تشارك في المعرض بعد شهور مظلمة شهدت إيقاف النشاط الثقافي بكل الدول لتحجيم فيروس كورونا المستجد. ومن بين الدول المشاركة في الحدث العديد من الدول العربية المختلفة. احنا مكتبة يمنية لنا اكثر من فرع داخل في اليمن،
ومشاركتنا في السنة دي هي للعام 20. احنا من عام 2000 احنا بنشارك في معرض القاهرة دول الكتاب، ومعرض القاهرة طبعا هي فرصة كبيرة لخروج الكتاب اليمني والمؤلف اليمني وتعريف الـ 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 الناشرين العرب والمكتبة العربية والمهتمين بالكتاب العربي بالكتب اليمنية وحدث الإصدارات الصادرة في اليمن. بالنسبة لنا ده أول مشاركة، دار ويلوس هي دار نشر جديد لها سنة، والمشاركة دي بالنسبة لنا كتحدي. يعني أنا طبعاً أعتبر كأول ناشرة من جنوب السودان، طبعاً جنوب السودان ما فيهوش دور نشر كتير، فأنا أعتبر كأول ناشرة، وأنا بعتز بأنه إحنا نكون ضمن المشاركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. الناشرون اتخذوا هذا المعرض قبلة لهم لتسويق كتب النشر، ويعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لهم للمشاركة به لعرض الثقافات والعلوم المختلفة التي تثري القارئ بالعديد من المعلومات في جميع المجالات. كل دار نشر تريد أن تستمر أو أن تكون موجودة في مجال النشر لابد لها من المشاركة في معارض الكتاب، ومعرض القاهرة بالتحديد له خصوصية ثقافية وعلمية بالنسبة لنا كدور نشر سوريا، نتيجة قرب القارئ المصري من القارئ السوري من ناحية الإصدارات وطلبه الشكل الدائم للإصدارات الثقافية السورية. مشاركتنا كوزارة الثقافة جناح خاص بوزارة الثقافة الفلسطينية في المعرض 52 للكتاب الدولي في القاهرة، يعني تأتي في ظل حضور فلسطيني الدائم في المعارض، حتى المعارض السابقة اللي كانت تقام في القاهرة، ويعني نحن نعرض الكتب ويسألون بعض المواطنين هل هذه الكتب، أنا أقول نحن نأتي هنا لا لنبيع الكتب بل لنكون على مقربة من الشعب الفلسطيني الطيب، من الشعب المصري الطيب المتفاعل دائما مع الشعب الفلسطيني. المعرض هذا العام يشهد إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين جنيه إلى 20 جنيه، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا. أيمن عماد، إكسترا نيوز. يواصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. يستهل منتخب مصر مشواره بلقاء إسبانيا بطل أوروبا في 22 من الشهر الجاري، ثم يلتقي بالأرجنتين وأستراليا لحساب مواجهات المجموعات الثالثة. يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الألماني اليوم في إطار ثاني مواجهته ببطولة ألمانيا الدولية الودية والتي يشارك فيها الفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021. كان منتخب مصر فاز على نظيره البرازيلي ب 32-25 في أولى مبارياته بالبطولة، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. يواجه فريق الأهلي مضيفه مصر المقصة اليوم على استاد السويس الجديد في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز في ختام المباريات المحلية التي سيخوضها الأهلي قبل التحضير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 من يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري. توجت الأرجنتين بكأس بطولة كوبا أمريكا بعدما تغلبت على البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف على ملعب ماركانا. نجح النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور 22 دقيقة من أول فرصة سنحت لراقصي تانغ، واتسمت المباراة ببعض الخشونة والتلاحمات القوية
حيث أخرج حكم المباراة 9 إنذارات بواقع 5 للاعبي الأرجنتين و4 للاعبي البرازيل. يواصل منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا تدريباتهما استعدادا لخوض نهائي كأس أمم أوروبا اليوم. صعدت إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها بالفوز بهدفين لهدف على الدنمارك بعد وقت إضافي في ويمبلي يوم الأربعاء. وصعد منتخب إيطاليا للمباراة النهائية عقب تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في ملعب ويمبلي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن السير على خطى النجم الأسطوري السابق بوبي مور يمثل حافزا إضافيا له في نهائي كأس أمم أوروبا. عندما يذكر اسمك على نفس المستوى مع لاعبين من هذا القبيل فإن ذلك يمنحك الدافع والثقة، سيكون إنجازا رائعا. لقد انتظرنا جميعا كلاعبين وجماهير أن نتواجد في النهائي، ولدينا فرصة رائعة للفوز بثاني لقب كبير لنا كدولة. إنها أكبر مباراة في مسيرتي حتى الآن، ربما تكون المباراة الأكبر في مسيرتنا بأكملها. تحقيق شيء خاص مع إنجلترا من المحتمل أن يتخطى أي شيء آخر على مستوى النادي بسبب القيمة والانتظار الطويل لخوض النهائي والانتظار الطويل لتحقيق اللقب. أظهر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا دعمه للمنتخب الإنجليزي قبل مواجهة نظيره الإيطالي على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا. قام جونسون بتزيين منزله بأعلام إنجلترا عبر النوافذ والواجهة الخارجية ووضع الرايات على أعمدة الإنارة والبوابات. كما قام رئيس الوزراء البريطاني برفع علم إنجلترا أمام الصحفيين لإظهار دعمه لمنتخب الأسود الثلاثة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حارا رطبا نهارا معتدلا ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية هذه النشرة، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء بها. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الخطط الوطنية لتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. شكري يؤكد الإكسترا نيوز أن قضية مياه النيل وجودية ويشدد على عدم التهاون في حقوق مصر. إحصاء لرويترز يؤكد إصابة أكثر من 183 مليون و960 ألف شخص بفيروس كورونا في العالم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم على حسن المتابعة.